البابا فرانسيس بابا الفاتيكان استقبل هذا الجمعة الرئيس الكولومبي الحائز على جائزة نوبل للسلام خوان مانويل سانتوس وسلفه ألفارو ريبي، والذي يعتبر أبرز معارضي الاتفاق الموقع مع القوات المسلحة الثورية فارك. وبعدما أجرى محادثات على الانفراد مع كل واحد منهما، أجرى البابا فرانسيس محادثات مشتركة مع الرجلين الخصمين. وفي عقب المحادثات قال البابا إن المحادثات جرت في أجواء ودية جدا، مؤكدا على العلاقات الجيدة القائمة بين الكرسي البابوي وكولومبيا. وقد شدد الكرسي البابوي على أهمية وحدة القوى السياسية والتزام حركة فارك ومساهمة الكنيسة المحلية أيضا في المصالحة الوطنية في كولومبيا. يأتي هذا اللقاء بعد تسلم الرئيس الكولومبي جائزة نوبل للسلام يوم السبت الماضي في العاصمة النرويجية أوسلو.